السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع مسيلة لنقف على العملية تاع الترميم نتاع آثار الدولة الحمادية في ولاية مسيلة والمنارة تاع الحماديين في إذن بالقرب من بلدية مسعد بولاية مسيلة، واللي تحتاج إلى ترميم وعناية فائقة، لأنه الآثار هذه راهي عرضة للتدهور والسقوط. لا بد من عملية استرجاع وتجديد هذه الآثار الهامة جدا في تاريخ الجزائر. إذن أترككم تتابعون هذه الزيارة تاع والي ولاية مسيلة الجديد في موقع الآثار هذه، والسلام عليكم.